الزلف الاول نهاية ما يسمى، مرحبا بكم مره اخرى. اسمحوا لي شويه تعطلت عليكم، راه الحال شويه بون مع العشاء، مع زدنا كلينا شويه دي كلاص، مازال شويه سخون الحال مالغري شويه الحال البرد شويه العشيه هذه، مي كلينا شويه دي كلاص تو سا، وزادوا جاونا خبار ملاح على جماعه هذو اللي عيطوا لهم المديرين تاع لي جورنو اللي عيطوا لهم صحفيين، هما راهم شويه على كل حال في كيف اسمه الحلقات المقبله ان شاء الله نجبد لهم ثاني الشيء اللي كاين. الوغ راهي 12/25 كيما وعدتكم، راح نتكلموا في هذا الفيديو الثانيه على ثانيه على النساء كيما قال واحد، ولا فيولونس كونتر لا فام بعد المجزره اللي قام بها الشرطي نتاع اللي كان يخدم في لاسيرتي دو ولايات تاع النبا، الكارناج اللي داروا في مسيله ويقتل ولا في ميله ولا سي با اللي قتل الزوجه نتاعو والعائله نتاعها. اليوم ثاني كيف كان جاو اخبار، يعني مع الاسف كانوا اخبار ثاني جاونا وين يقولوا باللي كان طفله في عمرها 15 سنه عماني، وقيلا عماني قراي اللي ما عنديش البريمون تاعها قد اغتالت من طرف خوها، يعني لقاو بلي خوها هو اللي قتلها وحكمها خنقها مسكينه بلا شارب نتاعها كيف اسمه بالخمار نتاعها. شوفوا لي فوتو في لاباج فيسبوك نتاعي، روحوا سي لاباج فيسبوك تشوفوا لا فوتو نتاعها مسكينه. كما قلت لكم كان خبر ثاني نتاع اون اوتر فام كايتي اساسيني، ما لقاوش الكور تاعها دوبوي بليزيور زاني 5 ans الكور تاعها ما كانش. هذه مدام هذه العيداوي فاطمه 35 ans اللي تم اغتيالها في لاكومين تاع واد البارد في سطيف، ولقاو بلي التحقيقات اللي دارت يفو بروندر تو سا افيك بريدونس. بور لانستون يقولوا بلي راجلها كان شرطي ولا شرطي حتى هو، وتم اغتيالها في حي لاجودان عموشه، دونك بتاتخ لاجودان عموشه هما عيطوا تعرف لاجودان عموشه. هذو مساكن كل نهار نسمعوا اغتيال تاع النساء، الوغ كو كيف اسمو الحكومه ما تحركش وما دير والو، مازالت ما دارتش حتى حاجه باش تقدر تحمي النساء سورتو لي زالجيريان من السفاحين هذو اللي يحسبوا في روحهم رجال، يقولوا احنا رجال وهم يروحوا يقتلوا في النساء. الوغ كيما قال واحد مالغري كو سون دي كريمينال هذو، انا ديما نقول باللي حتى هما ضحايا، مجتمع ضحايا نتاع الناس اللي غلطوا فيهم، ويقولهم باللي ربي سبحانه عز وجل راهو يقول باللي المراه لازم تطيع مع كيفاش مو الراجل، ولازم تطيع الزوج نتاعها، ولازم وعلاش موش العكس، علاش ماهوش الراجل لازم يطيع الزوجه نتاعو. دايور هم يقولوا باللي اشاك فوا دايور واش يقولوا رجل عظيم امراه عظيمه، دونك علاش ماهوش علاش ما تكونش الكونتخيغ. الناس نو حاطين رواحهم باللي الراجل كيما قال واحد خلاص اون ديغي كيما قال واحد هو تخلق من جو سي با كوا، والمراه ما نعرف كي منين جات سي لا ميم شوز. وكاين ثاني نساء كيما قلت لكم خير من الرجال، نساء في قريات وفهمات وزينات وخير من الاخر وخير من دوسنوي يعني بونوي بونوي هذا ان شاء الله. الوغ ساعات كي نكون نسجل ويجيو لي دي ميساج تو سا جو مبيرتيرب ان تي بو، مي ما كاينش مشكل سي سون دي زامي على كل حال. صح سيدي بغي اللي تعرف ان تي بو 12 ربع الناس ترقد كيما قال واحد راح ترقد الصباح باش تروح كري تخدم على روحها. على كل حال واش راح نقول لكم اكسكيوزي مو اسمحوا لي. الوغ والله غير الشيء اللي ضحك على بالك ساعات شيء يضحك وشيء يبكي كي نشوفوا كيما نسا كيما هذو مساكين يموتوا 15 عام
كاين زون الطفله مسكينه يقتلها اخوها بخمار، واش دارت هذه المخلوقه هذه مسكينه؟ واش دارت هذه الطفله المسكينه البريئه هذه كاين زون كيسكي لا في بوكيل اي اونكور حتى هو دارت عليه، انت هو لو جوج نتاعها، انت هو ربي نتاعها، بوكو فيت كوم سا بوكو؟ يعني اذا كل خطره لا غالب، هذه هي التربيه الاسلاميه وهذه التربيه ما عرف واش هي، وما عرف واش يحكيوا لنا حكايات نتاع بكري خلاص مازالوا يجيبوا لنا في الموياناج الناس راهي تقدم لا تكنولوجيا تقدمت، هو مازال اشاك فوا يجيبوا لنا حكايات نتاع جحا نتاع بكري خلاص وما نعرف واش، وكيما الخطره اللي فاتت ديك المراه المسكينه اللي تبوس في صباط راجلها وما نعرف واش هو، والله غير عيب، والله غير عيب فيها حنا في 2020، حنا في 21 سيكل، والله العظيم غير عيب. ارجعوا للسكلافاج خير، ارجعوا للمراه ديروها سكلاف، بيعوها في واش يقولوا كيف اسمه في السواق وبيعوها، والله غير عيب، والله غير عيب، والله غير عيب. روحوا تشوفوا النساء في اوروب كيفاش عايشات، الي فواغ لي فام تشوفوهم كيفاش، الي فواغ اوكين ديفيرونس. ما تلقاش لازم كيما عندنا حنايا سينما للنساء وسينما للرجال، تران للنساء وتران للرجال، جو سي با قريبي قريبي يوليو يديروا ما على باليش انا، يقسموا البلاد يقسموا البلاد نص البلاد للنساء، والله يعني كيما قلت لكم الشيء اللي ضحك ودمر هو اللي ضحك، موش يعني واحد يضحك من عجبه الحال. شيء العقليات هذه وشيء العقليات نتاع المويناج هذه، وحتى المويناج ما بالك ما كانوش كيما هكذا، كل حاجه اذا حمام الحمام للنساء والحمام للرجال، واذا ويا خويا راك مريض والله ما تنجمش تحكم في روحك ولا حاجه، يفوق تروح داوي روحك، روح داوي روحك يا اخي، انت راك دونجي حتى على ماليك دونجي، كي انت تشوف مراه ما تحكمش في روحك، انت تشوف مرض مون فيو با تسواني، سبحان الله. ماشي السينما المراه سينما للرجال، تران المراه تران للرجال، ودوكا حتى لي زيكول قريب يديروا لي زيكول للبنات وزيكول، ماشي هو العقليه هذي، سي كوا سا؟ ماشي هي العقليه نتاعكم هذي يا اخي، حاله يا اخي، معليش. نزيدو نرجعو إن شاء الله على هالفكرة نتاع القتيلات ونتاع لافيونونس كونتر لا فام، ونفا غوفونيغ لونغومون، ولازم الدولة تدخل، ولازم الدولة تحمي المرأة قبل ما يجيهم أوامر من 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 عند الناس اللي كيف اسمو من عند الناس اللي لي جوندارم دو موند، يفوتغي يحميو المرأة، يحميو المرأة، المرأة لازمها تحمى بالقوانين، تتحمى باللي الإنسان ما عندوش حق يضرب المرأة، ما عندكش حق تهز يديك على المرأة. واش هي انت مرا انت زوجت بها عطاها لك باش تروح انت تربيها، هاك انت مش كي تربيتو دابا، انت كي تضرب المرأة انت بعد مش كي تربي، تجي تقول لي انا نربي المرأة، انت ترمي المرأة بالدبزة ولا بالقتيلة ولا كيما هذا يخنقها بمسكينة بنتها، شي اللي كريم هذوك كابيلو راكم ديروا فيهم هذوك، كل واحد يحكي لي حكاية انا هاو ديروا هاو من هنا هاو ضرب مرة مسكينة مرته ما عايش تسمع واحدة وضرب مرته حللها شاربها واحدة وضرب، وش هي العقليات نتاعكم هذا؟ وش هي العقليات نتاعكم هذا؟ روحوا داووا رواحكم إذا مرات راكم مرات، روحوا داووا رواحكم تعرفوا غير العنف، الراجل يضرب الخو يضرب الخال يضرب العم يضرب سي با بوسيبل، مي وزاد دي مالاد. على كل حال نكمل الفيديو نتاعي برك بهذا الثاني، كيف الخبر اللي جاو ويقولوا باللي كاين تقريب 100,000 حراك جزائري، 1000 واحد اللي خرجوا في دون دي باطو، 120 قارب اللي مشى للسواحل الاسبانيه والايطاليه، يعني مازالت كيما قال واحد القوارب خارجين هاربين ليه ولا غير، مع الاسف مازال ما كانش. انا ما نقولش الدوله باسكو الناس يفوتغي ديفيرونسي اونتخ ليتا اونتخ لو غوفرنمون، le gouvernement il représente l'état mais c'est pas l'état leader chi هذا باسكو ليتا عندها قوانينها عندها كلش نتاعها عندها المؤسسات نتاعها، بصح الناس اللي جابوهم باش يخدموا كيما اسمو يخدموا الدوله ويخدموا لا بوبول الشعب ويخدموا لنا ما يخدموش، وترمون قلنا لكم يا ناس يفودغي حبسوا علينا هذا يفودغي اعاده الهيكله في كلش، باسكو انا نتحدى درك بعد قبل ما نقفل الفيديو نتحدى اي واحد يعطيني سيكتور في الجزائر يمشي، كاين فرد سيكتور سامحوا لي نتاع العنف، لو سيكتور نتاع العنف، وكاين سيكتور اخر نتاع يجوز ولا يجوز، نهار كامل هما يجوز لا يجوز يجوز لا يجوز، يا اخي شعب نتاع يجوز يا لا يجوز يا اخي هذا يا اخي. ما نطولش عليكم، راح الحال اللي برسكو مينوي، نقول لكم تصبحوا على خير، قيم ديال هنا وان شاء الله في فيديو اخر، وتعازينا الخالصه للنساء المساكن اللي توفوا، وربي يعطيكم الصبر، هذه هي البلاد، تصبحوا على خير.